سلمان، مثل ما بلشنا صباحنا قد كنا عم نحكي انه يمكن الطقس تغير، انخفاض كثير كبير بدرجات الحراره، فتنا سلمان على الشغل عم نقول كثير برد مثل كل العالم وكل سنه، ودائما الحديث المتكرر انه الشتويه اجت فجاه هلا بيوم وليله بيوم وليله. اوقات بيكون سلمى درجه الحراره معتدله، بالليل عم تكون اكثر بروده، فما عم كثير عم نعرف شو هي تقلبات الطقس واي او كيف ممكن يكون الطقس بالايام الجايه، كيف الشتويه بشكل عام رح تكون. صحيح فرح، ويمكن كمان هي السنه والسنه الماضيه زادت كثير التساؤلات عن تاثير هذا التغير المناخي بشكل كبير على العموم، يعني انه قديش ممكن عم بتاثر ظواهر بيئيه عم نشوفها، خطوره هي الظواهر البيئيه حقيقه. دائما بنقول انه هذا الشتاء القاسي وهذا البرد القاسي هو مو بس طقس، اكيد في من وراه شيء يمكن يكون خطير اكثر. حتى نعرف كل هاي التفاصيل اكيد بيصيرنا نرحب اليوم بضيفنا دكتور محمد العصيري، رئيس الجمعيه الفلكيه السوريه. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. سلمى يسعد صباحك فرح، صباح الورد، يسعد صباحكم، صباح الخير، فعلا صباح البرد. اهلا وسهلا فيك دكتور. كثير عم تتغير درجات الحراره وعم ننطر نسمع كثير من اللي حوالينا، ثلج حيصير، مطر، فشو الحقيقة أول شيء حتى نعرف أنت رح تنخفض فعلا درجات الحرارة؟ إنه سلمى توقعت بأول الحلقة إنه اثنين ثلاثة منخفض. تمام، هلا طبعا وفق المديريه العامه للارصاد الجويه بوجهه تحيه، في عندنا فعلا انخفاضات درجات الحراره اثنين وثلاثه، لكن المفاجاه يلي لازم نحن ننتبه لانه نحن ما بلشنا فصل الشتاء فعليا، يعني كل هالبرد وكل هالتغيرات درجات الحراره ونحن لسه ما بلشنا فصل الشتاء، نحن بفصل الخريف فلكيا، ما زلنا بفصل الخريف فلكيا 21 كانون الاول، فاذا نحن لسه بهالاجواء هي بهالبرد هاد خلينا نسميها مثل ما تفضلتوا بالمقدمه التغيرات الغريبه، يعني قلتوا كلمه كثير كثير معبره، نمنا فقنا اوبا اجى الشتاء. صحيح، هي الفجأه هي ميزات الخريف الاستثنائي، خلينا نصفه بخريف استثنائي. طبعا درجات الحراره ما زالت حتى اليوم متغيره، يعني اليوم نحن عم نحكي عن انخفاض بدرجات الحراره 5 لـ7 درجات عن معدلاتها. من كم يوم كان عندنا بالعكس تماما ارتفاع عن المعدلات بـ3 لـ4 درجات، وهي يمكن دكتور يمكن رجعناها من بعد 2015 تقريبا 2016. تماما سلمى، بالضبط حرفيا، فهي التغيرات بدأت بـ2015، لكن السنة هي بدأنا نشوف شيء استثنائي. طيب ليش؟ نحن عندنا احتباس حراري، واليوم وانا عم اعطيكم رقم اليوم، يعني قبل ما اجي لعندكم على الاستوديو عملت تشيك لرقم اليوم 421 جزيء من غاز ثاني اكسيد الكربون من كل مليون جزيء، الرقم الطبيعي 250، يعني تقريبا حيصير الضعف، درجه الحراره عالميا زايده درجه فاصلة 22، نسبه التبخر صارت عاليه جدا، يعني اذا 1.22 لتوصل ل1.5 عندنا كارثه. إذا هي الاحتباس الحراري اللي عم نعاني منه، واللي نحن على أبواب مؤتمر كوب 2023 بالإمارات وحتكون سوريا مشاركة في مؤتمر المناخ العالمي، هذا الاحتباس الحراري حلو. طيب الاحتباس الحراري لحاله ما بيوصلنا لهالحدود، في عنا عامل مساعد يلي هي إجت، مو بس إجت وفاجأت العلماء بمدى تلاحمها مع الاحتباس الحراري، اللي هي ظاهرة النينو. ظاهرة النينو هي ارتفاع درجة حرارة مياه البحار عند خط الاستواء، يعني تحديدا المحيط الهادي بشكل أكبر بفصل الصيف. هذا الارتفاع سبب تبخرات زيادة، صار عندنا تبخر من المياه الزيادة، صار عندنا صيف حار بالعالم كله، زادت حرائق غابات بالعالم كله، زادت نسبة درجة الحرارة بالعالم كله، زاد الاضطراب المناخي بالعالم كله، شهدنا فيضانات بليبيا، شهدنا فيضانات بأماكن أخرى. صحيح. وحرائق بأماكن ثالثة. إذا تغيرت درجات الحرارة بشكل كبير جدا بسبب ظاهرة النينو يلي ما كنا نعرف مدى تعاملها مع الاحتباس الحراري. هذا التعامل ما بين ظاهرة النينو والاحتباس الحراري وصلنا لهون. اليوم العالم عم يعيش على أبواب تغيرات كبيرة بدرجات الحرارة، خطيرة جدا. تماما، اليوم مفروض المؤتمر القادم ياخذ القرار بستوب، نوقف، لازم نحن نلاقي حل للاحتباس الحراري، والا نحن مقبلين على تغيرات اكبر. والمشكله سلمى فرح انه ذروه النينو مو اليوم ولا بكره، ذروه النينو ب 2025، اذا عندنا 2024 2025 رح يضل مسيطر على العالم ما رايناه في الصيف وما سنراه يلي حاجدة شوي الحكي عليه في الشتاء. يا حبيبي، فإذا في 2024-2025 تتصاعد ظاهرة النينو بذروته لتصل ب 2025. بس تخلص 2025 ظاهرة النينو نتوقع
اذا ما تم طبعا نحن عم نتمنى يعالجوا الاحتباس الحراري ان تعود بقى البيئه تدريجيا لحالتها الطبيعيه. نعم. طبعا نحن ما شدنا تذكروا انتوا قلتوا كلمه كثير مهمه، يعني صحيح هي كلمه عاديه ولكن تخفي ما وراءها الكثير، انه كنا نايمين فقنا فجاه هجم البرد. هاي كلمة لابسين نص كم ثاني يوم لبسنا بكم ونزلت المطر. بالضبط، هذا ما معنى، هذا معنى ان التنقلات التدريجيه علميا الانتقالات التدريجيه بين الفصول اختفت. فاذا هذا الانتقال الفجائي يعني اختفاء الفصول، واختفاء الفصول يؤكد ان الاحتباس الحراري ما له لعبه، ما له كلام اعلام، ما له كلام تخويف، هو حقيقه واقعه، وهي الحقيقه الواقعه عم نلمسها، راح نلمسها اليوم وبكره بالساحل بشكل خاص وبالداخل بشكل عام، يعني بدمشق وباقي المحافظات وبالساحل بشكل خاص بنسبة الأمطار والرياح اللي رح تشهدها منطقة ساحلية، وبنفس الوقت نسبة الرياح والجو اللي رح تشهده المناطق الداخلية والوسطى وإلى آخره. إضافة إلى ذلك نحن هذه الدرجات الحرارة نرجع نعود ونذكر نحن لساعتنا فصل الخريف، ما دخلنا الشتاء. ما معنى هالكلام الشتاء قارس، الشتاء بارد، تلج، سقيع، ما بعرف شو، لا، رح يكون العلامات المميزة لفصل الشتاء هذا العام، وأنا عن يعني الكلام عم أقوله عبر من مركن ومسؤول عنه، رح يكون الخطوط الرئيسية له برد صحراوي. كيف يعني برد صحراوي؟ انخفاضات درجات الحرارة، بارد، أمطار سيلية بأيام محددة، هذه الأمطار السيلية بأمطار محددة هي يمكن الشيء اللي عم يقلقنا، انه عم تنزل امطار بكميات كبيره بايام محدده مثل ما صار من كم يوم 25 ملم بالمزه وفق الارصاد الجويه بالمزه بيوم واحد. نعم. بالعاده هي الامطار توزع، نحن بيقولوا اجدادنا اذا نزلت المطر بتكسر سم البرد. تماما. فكثير جيد انه تنزل مطر لانه بتكسر سم البرد. تماما. لكن اذا ما نزل مطر بيبقى سم البلد برد. وهذا سم البرد هو العنوان الأساسي، هو البرد الصحراوي الذي يفسر رح نشهده الشتوية. هذا الشتوية طبعا الشتوية ما راح تكون طويلة، يعني مشان ما نخاف كثير، لأنه بسبب كمان الاحتباس وظاهرة النينو الصيف راح يجم على بكير، وبنفس الوقت راح نشهد بقلب الشتاء أيام حارة، لأنه هذا هو الاضطراب المناخي. هي هي حالة الاضطراب المناخي، نأتي للربيع ما بنلاقي ربيع، مننام بالبرد من فيه بنلاقي حالنا نفس فعليا بكل صدق وصراحه. تعودنا على المفاجآت، يعني تماما خلص متعود على المفاجآت. صحيح، هذا هو للأسف بإيدنا، حالة ثلوج دكتور رح يكون في ثلوج أكيد بالجبال متوقعة يعني. صحيح، هلا معتب على فكرة المنخفض هذا حيتحمل بالثلوج للمرتفعات، يعني نحن ساعتنا بالخريف حيتحمل بالثلوج للمرتفعات لكن لن يصل إلى الداخل أكيد، لكن متوقع أنه يكون في عنا مثل العادة ثلوج بأيام محددة، لكن مو هالتراكمات الكبيرة مثل ما لنا متخيلين، لا خلينا نسميها البرد الصحراوي، يعني برد الجاف وايام قليله امطار، هذا المؤشر العام. نعم. يعني انه الثلج المتراكم الكثير الغزير كذا، لا 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 ما في هيك مؤشرات ابدا. رغم انه تبخر نسبه مياه البحار والمحيطات عاليه جدا، لكن عم نلاحظ انه عم تهطل على سواحل العالم اكثر، مشان هيك المنطقه الساحليه خلال الاعوام الماضيه وهذا العام راح تشهد امطار اكثر من معدلاتها على حساب الدول او المناطق الداخل البعيده عن السواحل في العالم. نعم. كله هذا هو يلي لازم الانسان ياخذ حل، هذا بسبب الانسان. نحن كان عندنا فصول اربعه. تمام. وكان عندنا الربيع والعصافير تغرد والخريف الاوراق الشجريه اللي بتنزل، هذا المؤشرات كلها راحت. ليش؟ لان الانسان تلاعب بالبيئه، تلاعب بالبيئه بشكل خطير بشكل كبير. اليوم نحن على ابواب مشكله حقيقيه بيئيه اذا ما تم معالجتها، عم نحكي اليوم 1.22، اذا وصلنا للواحد ونص هاي التغيرات كلها رح تكون اصعب. عم نحكي كلام بس نتطلع ونشوف الاخبار، طلع الاخباريه السوريه ونشوف الاخبار اللي بتجيبها من العالم، فيضانات بليبيا، حرائق بامريكا، ثلوج هائله في الصين، ما بعرف وين، الزلازل يلي كثرت بالفتره الاخيره. كثير حلو. كمان تمام. هلا هون بقى دخلنا على موضوع ثاني، بشكرك فرح لانه فعلا اليومين الماضيين كثير اجاني اسئله عن موضوع ارتباط انخفاض درجات الحراره بالزلازل، وخاصه انه ذكرى زلزال 6 شباط يلي يا رب ما يكررها باذن الله تعالى، ارتبطت بتغيرات حراريه كبيره وبامطار غزيره وحبات برد كبيره نزلت ببعض المناطق. خليني اكد لك فرح سلمى، لا علاقه للدرجات الحراره لا من قريب ولا من بعيد بالزلازل.
كمان نركز على نقطة تانية، لأنه الناس اليومين الماضيين كثير كان عندهم تخوف بسبب حدوث هزة بتركيا. تماماً، حدثت بتركيا شعروا فيها أهل حلب، كانت 5.4 بتركيا، وإزاي كانت شديدة بتركيا. خليني أكد، ما حدث بست شباط لن يتكرر علمياً، لأنه المنطقة فرغت طاقتها، منطقتنا. نعم. خلينا نحكي عن منطقتنا، هذا شيء بيطمن طبعا. تماما 100%، هذا شيء علمي، انا عم احكي علم بدون اي مجاملات او تشويه للصوره. نحن عندنا طاقه كانت محصوره تحت قشره الارض. اخر زلزال كان عام 1759، منطقتنا كل 200 ل 250 سنه بتتعرض لزلزال مدمر. صح. 1759 اجمعوا 200 250 بتلاقوا صار وقتها. بكل بساطه هذا وقتها، ما اجت خارج وقتها، ما اجت خارج اطاره، هذا وقتها صار الزلزال 6 شباط. خرجت منطقتنا بقى من خلينا نسميها تكتل الطاقه او اختزان الطاقه. عندنا صفائح اخرى في العالم، عندنا صفائح نشطه، منها الصفيحه التركيه الايرانيه. طبعا ما بنتمنى الضرر اكيد لحدا، والله يبعد هذا الشر وهالكارثه عن الكل طبعاً. لكن اذا بدنا نحكي بالعلم، هذيك المنطقه هي منطقه زلزاليه من طول عمرها، وبالتالي من الطبيعي والمنطقي انه تحدث في تلك المناطق هزات. هذه الهزات للاسف الشديد سابقا ما كنا نشعر فيها، كانت موجوده وكانت ينحكى عنا، لكن نعم. كنت ضعيفه وما كانت تعمل هالتوتر. ليش؟ لانه ما كنا الجيل ما كان بيعرف الزلازل. لما صار الزلزال تهيأ الانسان، صار يحس مثل الانسان اللي بده ياخذ ابره، قبل الابره بصير خايف، بينغز 100 مره باليوم ما بيشعر، الا غزت الابره سبحان الله بتكون قويه شوي. وهيك عم يصير معنا هلا، خلص صاروا الناس تترقب الهزه، يا لطيف هزه، يا رب بده يصير زلزال. خلينا نكون طبيعيين، هذه نرجع للواقع الطبيعي. هي الهزات نحن ما لنا علاقه فيها، لا لها علاقه بست شباط، ولا لها علاقه بزلزال ثاني. هي مناطق تحدث فيها زلازل ما بتاثر علينا، ما بيصل تاثير علينا غير بهالهزه البسيطه هي يلي بتشمل العالم كله، انه هو زلزال بالنهايه. فلا نخاف ولا نربطها بالجو، لانه الجو بريء تماما. عندنا مشكله الجو هي الاخطر والاقرب، بس ما لها ارتباط بالزلازل. لا عاد ننشر على فيسبوك ونرعب الناس للأسف. يعني دائما عم نشوف هذا الشيء، انه الناس بتحكي شيء ما انه موثق وما انه صحيح. طيب كمان تاثيرات ثانيه عم ينحكى عنها كان مؤخرا وربطوها كمان بالزلازل وما الى ذلك، انه في نيزك اقترب موعده وبدها تنتهي الارض وبده يضرب الارض، وفي بقعه سوداء لاول مدري وين بمنطقه بالعالم، ومن الحديث عن هاي الظواهر الغريبه. كثير حلو. هلا بالنسبه للنيازك والكويكبات، في عندنا بالعالم كله سلسله مراصد، وفي وسوريا مشاركه فيه. هي سلسله المراصد يوميا ترصد السماء وتبحث عن اي اخطار قادمه للارض. من هون ل 400 سنه لا يوجد اي كويكب ضخم يهدد الحياه على الارض، لا يوجد. يعني نحن عم نحكي على الكويكبات، يعني مو 2025 رح نعم. يجي النيزك اللي تمام اكيد لا، يعني ما في ابدا. من هون ل 400 سنه ما في اي خطوره، معنا وقت لسه. لكن خلينا ندقق، الكويكبات الصغيره اوكي موجوده ما فينا نكشفها، لكن هي ما بتعمل زلازل، ما بتعمل اخطار، ما بتقضي على حياه، ما بتقضي على بشر، ممكن تاذي لا سمح الله بنايه، شارع، منطقه. لكن الكويكبات الكبيره مو موجوده حاليا. مراقبه السماء صارت امر منتشر بالعالم، صار في برامج حاسوبيه تتابع حركه الكويكبات، وبالتالي خطر من الكويكبات ما في. اما البقعه السوداء والى اخره، للاسف الشديد كلها هي خلينا نسميها اشاعات فيسبوكيه غير موجوده اساسا. يعني هي كلها تلاعبات فوتوشوب وبينزلوها وخبر وبيهولوا الناس. لا أسلم فرح أنه تخويف الناس بيجيب أموال للدعايات الإعلان ومتابعات أكثر، ففرصة أنه نحن نستثمر للأسف الشديد خوف الناس، مثل ما عم يصير يا الله شو حارق قلبنا، مثل ما عم يصير بحلب ولاد إيه هاليومين، يستثمروها لغايات أخرى. تمام. لا، في منابر إعلامية صادقة بتجيب المختصين أصحاب الرأي العلمي نسمعهم، لا نسمع للفيسبوك. الفيسبوك بعمره ما كان منبر لأي معلومة علمية. الموضوع واضح تماما بكل بساطه بابجديات العلم، منطقه فرغت طاقتها. لا نخاف بما سيحدث او يحدث في ذلك الفالق، نحن بعيدين عنه. نحن الان خلونا بمشكله
المناخ، ديروا بالكم من البرد، لانه هي المشكله فعليا اللي عم تاثر علينا بشكل كثير كبير وعلى العالم، خاصه البرد الصحراوي اللي عم تحكي عنه دكتور. يعني هذا مؤذي بشكل عام، العالم عم تسال شو في مفاجات. هلا عرفنا عن البرد الصحراوي، هل من مفاجات هذا الشتاء ولامتى؟ لاي شهر فينا نقول شتويه حضر؟ لانه كمان من المتعارف عليه مرق شهر 3 شهر اذار ولسه برد، كانه نحن بعزين الشتويه. هذا الحكي اللي كان عام ومتعارف عليه، السنه امتى فينا نقول بهذا الشهر ممكن ينتهي فصل الشتاء؟ كثير حلو فرح. فعليا خليني احكي انا كلام علمي، فعليا ما رح نشعر بشيء اسمه انتهاء او بدايه صيف، انتهاء شتوي او بدايه صيف، التداخل رح يكون مستمر. نعم. يعني للاسف الشديد عنوان التغيرات المناخيه هي التداخل ما بين الفصول، وبالتالي رح نلاحظ انه نحن حندخل كانون الاول، بكانون الاول رح يجينا يومين ثلاثه نشوف فيهم نقول شو رجعت الصيفيه، تذكروا هالكلمه تحديدا. نطلع من كانون الاول نفوت كانون الثاني البرد القارس. نعم. بشباط البرد القارس، نطلع بشباط ندخل بآدار، بيجينا رمضان نكون فرحانين انه اجى رمضان بفصل تقريبا شتاء، نلاقي انه بلش رمضان بدرجات حراره مرتفعه. اذا حنلاحظ تداخل، لكن فعليا خلينا نقول مؤشرات البرد القارس لن تستمر طويلا. يعني الشتاء اقصر هو بيخلص الشتاء فعليا 21/3 اللي هو الاعتدال الربيعي، لكن فعليا حنلاحظ انه الشتاء بتاثيره رح يخلص قبل، لن يكون الشتاء طويلا لانه ظاهرة الارتفاعات المتتالية بدرجات الحرارة هي الأكثر سيطرة اليوم على كامل الكرة الأرضية. نتذكر نحن عم نحكي على خصائص كامل الكرة الأرضية. نعم. ليست منطقتنا، بالعكس منطقتنا الأقل تأثراً بالاحتباس الحراري وبظاهرة النينو، الأقل تأثراً، ورغم ذلك شوفوا شو عم نشوف. فبالتالي الدول الأكثر تأثراً كيف رح يكون وضعها؟ نعم. مثل نحن عم نحكي لندن، نيويورك، السويد، الدول اللي قريبة من القطب الشمالي، أمريكا الشمالية، كندا تحديداً، هذيك رح يكون تأثيراتها أكبر. اليوم البندقية مهددة بالغرق، البندقية بجمالها اليوم فعلاً خطر كتير كبير. تماماً. صارت فعلاً، يعني ما عم نحكي كلام، فعلاً أصبحت مهددة بالغرق. أندونيسيا حتى اليوم 200 جزيرة من جزر الأندونيسية غرقت. ما عم نحكي غرقت. المالديف السياحية، المنطقة اللي كل الناس تتمنى تعمل شهر عسلها فيها، الآن تعلن بشكل رسمي حالة الطوارئ. يعني ما عاد في عندها سياح، خلينا نحكي بصراحة، لأنه اليوم بالشتاء اللي قادم كانت مقصد يعني للسياح من كل أنحاء العالم، اليوم كمان مهددة بالغرق. تماما. البحر الميت كمان من الأماكن المهددة. يعني خلينا سيناء البحر الميت، منيح أشرتي هالنقطة، لأنه سيناء ارتفاع منسوب المياه سيؤثر على سيناء، لأنه نتذكر أنه قناة السويس وسيناء والمنطقة هي كلها هي منطقة خلينا نسميها اصطناعية، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه سيؤثر بشكل أو بآخر على تلك المنطقة. وبعض الصور الأقمار الصناعية اللي وصلتنا سواء عن سيناء أو عن اللاذقية ساحل السوري تلاحظ كيف أنه بعض أجزاء من الشواطئ تتآكل، يعني المي عم تمتد تدريجياً للداخل. هلأ نحن متوقع أنه ما بين 1-10 سنتيمتر، الرقم ماله كبير بسوريا، لكن بالنسبة لباقي دول العالم الرقم كتير كبير. يعني نحن عم نحكي على منطقة مثل سيناء ممكن، والسويس تحديداً ممكن أنه يغرق بمعظمها. ففعلاً كوارث شيء خطير. قبل ما نختم سريعاً، هل في شيء ظواهر فلكية رح نشهدها قريباً؟ صحيح، نحن الآن ما زلنا بشيء اسمه هطل شهابي، بآخر هطل شهابي نتيجة مرور الأرض ببقايا مذنب. هذا المذنب تنبل تطلطة، كان للأسف الشديد المناخ والطقس منعنا أنه نرصد الألعاب النارية بالسماء، للأسف الشديد لم نشاهدها، لم نتابعها، ومبارح كان الأمر بدر كمان، فما كسبنا هالفرصة أنه نشوف الهطل الشهابي. نحن الآن مستمرين فيه من هون لآخر السنة، ما عندنا ولا كسوف ولا خسوف، انتهوا كسوفاتنا وخسوفاتنا. بعام 2024 نحن مقبلين على كسوفين وخسوفين، بعض منهم حيكون إن شاء الله مشاهد في سوريا، إضافة لشيء الهطل الشهابي اللي حيكون جميل جدا. في عنا أيضا بالفترة القادمة قمر عملاق، ولكن فعليا خلينا نقول أنه الطقس الفترة الماضية سيحرمنا من متابعة الظواهر الفلكية. الموضوع المناخ والبيئة سيكون هو السائد خلال الفترة القادمة، خلال الشهر الأول والشهر الثاني، لأنه فعلا نحن بيهمنا نشوف قديش نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون بالجو ولوين رايحين. هذا السؤال المهم، نحن لوين رايحين؟ هل سيتم وضع حد لغاز ثاني اكسيد الكربون والبلاستيك، وهي بنخليها موضوع ثاني، البلاستيك قصته قصته وحكايته حكايه، ولا الانسان مستمر بتعامله الغير مسؤول مع البيئه وهو على ابواب انقراض سادس؟
هذا الجواب عند الإنسان. يعني دائما مفتاح الحياة هو الإنسان، خلينا نقول بتغيرات الطقس، بكل شيء تغييرات ممكن تصير على سطح الأرض، الإنسان هو المسؤول الأول عنها. يا ريت يكون في عنا هذا الوعي تجاه البيئة، نكون مسؤولين قدر الإمكان، قد ما كان تصرف صغير فتأثيره كتير كبير. بدنا نقول لك شكرا كتير دكتور، أتمنى لك بقية نهار حلو. فرح سلمى، يسعد صباحكم، بقية يوم دافي يا رب. شكرا لكم، يسعد صباحكم وصباح المشاهدين. شكرا لك دكتور، كل المعلومات القيمة دائما بتعطينا، شكرا لك.